انا عايزه اقول لكم ان وانا صغيره مثلا كان فعلا كنت بجيب لبس العيد، او يعني اهلي كانوا بيجيبوا لي لبس العيد او لبس العيد. وكانت جزمه العيد كل حاجه ودلوقتي جديده. لا، مفيش وبعد عيد في كده الوقفه. لا، دلوقتي خلاص ما بقيتش اجيب اي حاجه جديده في العيد، يعني خلاص احنا اتعودنا ان احنا بنشتري طول ايام السنه، كبرنا. كان زمان اهالينا هم اللي بيجيبوا لنا الحاجات دي عشان دلوقتي يفرحونا اهالينا ما ويحسسونا بيدوناش فلوس. بالبهجه. دلوقتي يعني تشيل نفسك، يعني كفي نفسك. بس طبعا الخروجات الاساسيه بالنسبه لي انا كان ان انا اروح بيت جدي وجدتي. والله عايزه اقول العيدية. لكم العيديه طبعا دي اهم حاجه، بالرغم من كده انه ممكن ما كناش بنروح في مكان، لكن احنا بنروح من بيت لبيت، لكن كنت ببقى مبسوطه جدا وانا بلبس ورايحه لجدي وجدتي. بيدوني عيديه، بيدوني طبعا حاجات حلوه، حلويات. عشان كنت بجيب فلوس كده حلوه كده من جدي وجدتي ايوه، لامي وجدي والبومبو وجدتي والصواريخ. لابويا، انت كنت والبومبو والصواريخ وكيس الحلويات برضه. برضه نفس الحاجات اللي اللي احنا كنا بنعملها بنعملها يا دوس. يا سبحان الله. الشيبسي واللبان بقى والحاجات دي كانت والبونبون بتروح تاخد والحاجات من دي. جدها وجدتها من هنا، وتروح من تاخد هنا، من جدها وجدتها هنا، وكانت كلها كانت الفلوس مقلبه جديده. الدنيا كلها. انا على فكره لو كانت الفلوس قديمه ما كانتش تنفع، ما يعني كانتش لا تفرحني ما نحسش انها عاديه، لازم لازم تبقى تبقى جاي من جديده بنك فعلا. جديد.